هو ما قبل المشهد نفسه ان استاذ خالد الحفاوي لما قعد معايا، احنا عندنا فيلم اكشن كوميدي في مشهد اكشن كبير، فبقول له طب تمام مين بقى الممثلين الاول اللي هيعملوا الاكشن ده؟ فلقيته بيقول لي استاذ ده عبد العزيز الله يرحمهم، واستاذ بيومي فؤاد، واستاذ عبد الله مشرف. اللي هو لقيت نفسي بضحك، فاللي هو انت متاكد ان كان ده؟ قال لا كده كده ايه الدوبليرات، وعلى طول ايه يعني اشتغل كده بدوبلير وكده. فانا قلت طيب انا عايز اخد تشالنج ان احنا هنعمل الاكشن ده بالممثلين العظماء دول من غير اي حد فيهم يكون ليه اي دوبلير، سواء كان استاذ دلال الله يرحمها او استاذ بيومي او استاذ عبد الله مشرف. فهو قال لي مستحيل. انا قلت له استاذ خالد يعني طالما انت قلت مستحيل يبقى كده خلاص، بقى الموضوع بقى ايه، بقى تشالنج ليا انا. فانا لا انا هعملها بيهم ان شاء الله من غير اي ستاند اب. فرحت قعدت اول مره كان مع ساره دلال الله يرحمها، هي اجمل ما يكون بجد بجد والله العظيم. احنا يعني احنا على المستوى الفني خسرنا قيمه وقامه كبيره جدا جدا جدا، بس على المستوى الشخصي حنيه الدنيا كانت فيها بجد، يعني اطيب قلب في العالم انا شفته الله يرحمها ساره دلال. وقلت لها الاكشن احنا هنعمل كذا 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 كذا، والدنيا بسيطه جدا وسهله جدا ان شاء الله، وكده كده اصلا اكشن كوميدي فيطلع شكلها حلو، وعايزين نعمل اكشن شكله يضحك. هي قالت يلا بينا، ومن اول مره سبحان الله يعني هنعمل دي كذا، هنمسك السلاح بالطريقه دي، هنضرب ده كذا، هنقتل ده، وهنعمل ده وده وده، وعملت الاكشن بالكامل من غير اي دوبلير. وبرده كان استاذ بيومي فؤاد نفس الكلام، برده عمل الاكشن كامل برده من غير دوبلير، فكانت مفاجاه. فاستاذ خالد الحلفاوي قال لي انا مش مصدق انت ازاي عملت كده. فطبعا كانت حاجه جامده جدا، والروح كانت حلوه قوي في الكواليس وفي التدريبات وفي الشوتينج نفسه، وطلعت الحمد لله حلوه جدا في الفيلم نفسه. يعني احنا كنا بنوع من الضحك اصلا واحنا بنصور. استاذ خالد اللي انا فاكر في المشهد ده اللي هو كان بيعملوا الاكشن فيه مع بعض، استاذ خالد من كتر الضحك ما كانش قادر يقول كات. يعني هي فكره ان المشهد في الحقيقه اصلا كان موتنا احنا في behind the scenes، بس الحمد لله كانت حاجه حلوه جدا. فلا اتعلمت الموضوع بسرعه جدا، وكان من اول مره، وكان بجد شرف ليا ان انا اشتغل معاها وان انا اقف قدامها، اصلا ده شرف كبير جدا. الحاجه التانية هي اول ما شافتني قالت ايه ده انت صغير قوي، فقلت لها ربنا يخليك يا فندم. فهي قالت انت بعد ما عملنا الرياكشن وكنت وريها الحركه ازاي والاكشن ازاي وكل الكلام ده، قالت انت ازاي مش بتمثل، انت لازم تمثل. فانا قلت لها طبعا ده يعني ده شرف ليا ان انا شهاده زي كده من استاذه دهال. ف بس انا قلت لها انا حابب حته الاكشن، ومن حته ان انا ابقى اكشن دايركتور دي عندي يمكن حاببها اكتر. بس قالت لقيت انت وشك الكاميرا تحبه جدا، وانت لازم تمثل وجرب ومش تخسر حاجه. فكانت برضو كانت هي دي النصيحه الوحيده اللي هي نصحتها لي، انت لازم تمثل دي. ف بجد ربنا يرحمها، انا يعني من الناس يعني اتعاملت معاها بس في العمل ده، حتى ما لحقتهاش في بيتين روبوت. انا لحقتها لما كان رحت لهم بس كده كان زياره، فما لحقتش يعني اقعد معاها فتره اطول، بس بجد يعني هي اطيب حد في الدنيا، و يعني ربنا يرحمها يا رب، ويصبر أسرة دنيا، ويصبر أسرة ايمي، ويصبر كل حبايبها يا رب يا رب. هي واستاذ سمير برضه الله يرحمه، يعني هو حتى كان وجوده في الفيلم كضيف شرف، دي كانت مفاجأة برضه كبيرة جدا جدا جدا. انا وقفت برضه كان ليا الشرف ان انا اقف معاه واقف قدامه، وبجد يعني ربنا يرحمهم هما الاتنين. احنا خسرنا كتير قوي بجد لما خسرناهم مع بعض، بس الحمد لله رب العالمين ربنا كرمني ان انا اقدر اقف معاهم، وان انا اخر فيلم هم يعملوه يعني اكون انا جزء من العمل فيه. فبجد كان شرف كبير جدا ليا.